الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديده. اليوم جبت لكم دي باك ديال لي كولور، شي حاجه انيقه وغزاله ورائعه. شوفوا البنات لي كولور اللي كاينين، شي حاجه اللي فريمون ما تذكروش عليها. غير نوريكم لا باك عن قرب باش تشوفوا كيفاش داير، وبيان سو غنوريكم لا باك الفيغ اللي انا تنحماق على هاد لا كولور بزاف بزاف. فوالا البنات، فكيف ما كتشوفوا فيه هنايا حجيره في الالوان، هنايا خضيدر، هنايا دايرين حجيرات بيان سيغتي مونطورين به. فوالا البنات، في الجنب كيجي بحال هكا مخرم، ما فيهش الحجر في الجناب، يعني كيبقى فحال هكا، كيبقى غزال ورائع. كيفاش دايره البنات؟ من اللور من الداخل، و فريمون قاصح البنات، فريمون قاصح ديال بصح الصح والعمل، شي حاجه لي فريمون صحيحه. غادي نوريه لكم دابا في اللبسه كيفاش كيجي. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. فكيف ما كتشوفوا البنات، لاباك كيجي ملبوس على هذا الشكل، هذا كيجي انيق ورائع. هذه لا كولور الفيرت. فكيف ما قلت لكم البنات، كاينين خمسه ديال لي كولور، كاين الفير وكاين الغوز، كاين البلون، كاين لورانج وكاين البلو. دونك اي كولور بغيتوها ما عليكم الا باش تواصلوا معنا. فوالا البنات، كنتمنى ان هذا لاباك يكون نال الاعجاب ديالكم، مع مجوهرات فاتين ذهبي حتى لعند. باش يبقى يوصلكم الجديد، ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذايبي حتى لعندك.